اهلا بيكم، بنكمل معاكم شرح ضفيرة سيارة كيا سيراتو. في الجزء الاول تكلمنا عن مدى التشابه لوظائف الفيوزات والريليهات في العلبة الرئيسية مع سيارة كيا فورتي، ورابط الحلقة هتلاقوه موجود في الوصف. في هذا الجزء هنتكلم عن فيوزات العلبة الداخلية، شرح وتوضيح لوظائف جميع الفيوزات من خلال الداتا الموجودة على غطاء العلبة. بنبدأ معاكم بالفيوز الأول، قيمته 10 أمبير. خط سير الفيوز مع تشغيل الكونتاكت بيصل كهرباء للفيوز، ومن خلال الفيوز بيصل إلى سويتش تغيير السرعات الموجود أعلى الفتيس، ومن اتجاه بي واتجاه إن بيصل الأمر لكتاوت المرش. الفيوز الثاني سويتش التكييف ايكون، قيمته 10 أمبير، بيصل إلى ترانزستور الموسفت الموجود في مديول وحدة كنترول التكييف، وده خط كهرباء من كتاوت سخان الزجاج بيصل إلى سخان المرايات وقيمته 10 أمبير، وده خط بيستخدم في حالة وجود دفايات الكراسي وقيمته 15 أمبير. الخط الثاني للتكييف ايكون، ده خط بيصل إلى مجمع كهرباء، ومن خلال المجمع بيوزع إلى عدة خطوط منها وحدة البي سي ام وكتاوت بلاور التكييف، وقيمة هذا الفيوز 10 أمبير. ده فيوز أنوار المصابيح الأمامية بيصل لكتاوت النور العالي وكتاوت النور المنخفض للمصابيح الأمامية، وده فيوز قيمته 25 أمبير بيصل إلى كتاوت موتور المساحات الأمامية، وأيضا بيصل إلى سويتش المساحات الأمامية. ده فيوز المساحات الخلفية بيصل إلى موتور المساحات الخلفية وكتاوت المساحات الخلفية، وده فيوز كتاوت الضباب الخلفية قيمته 10 أمبير، وده فيوز بيستخدم في حالة وجود خاصية الـ SMK السمارت كي وقيمته 10 أمبير. هذا الفيوز قيمته 25 أمبير بيصل إلى سويتش الزجاج الرئيسي، ويعمل على تشغيل الجانب الأيسر للزجاج، زجاج السائق وزجاج خلف السائق. أيضا هذا الفيوز قيمته 25 أمبير يعمل على تشغيل الجانب الأيمن للزجاج، زجاج أمام يمين وزجاج خلف يمين. أما هذا الفيوز بيستخدم في حالة استخدام خاصية السيفتي للزجاج، خاصية أمان الزجاج، وقيمته 25 أمبير. هذا الفيوز لا يستخدم، وده فيوز كتاوت موتور فتح الشنطة قيمته 15 أمبير، وده الخط الأول للراديو كاسيت خط الميموري وقيمته 15 أمبير، وده خط أنوار فانوس سقف السيارة وفانوس الشنطة وعداد الطابلو والساعة وقيمته 15 أمبير، ده خط كهرباء بيصل لسويتش أنوار الفرامل لستوب، وهذا السويتش موجود أعلى دواسة الفرامل. هذا الخط لا يستخدم، وده فيوز السنتر لوك يصل لكتاوت فتح وكتاوت غلق السنتر لوك، وقيمة هذا الفيوز 20 أمبير. ده خط ولاعة السجاير قيمته 15 أمبير، وده فيوز قيمته 10 أمبير، وهو الخط الثاني للراديو كاسيت، وأيضا خط لوحدة البي سي ام والساعة وأيضا ولاعة السجاير، وده خط قيمته 15 أمبير بيصل لسوكت الباور، وهذا خط يصل إلى سويتش الانتظار أنوار التحذير شمال ويمين قيمته 10 أمبير، ده خط نور لمبة الإيرباج على عداد الطابلو قيمته 10 أمبير، ده خط كهرباء بيصل لعداد الطابلو وقيمته 10 أمبير، وده خط قيمته 15 أمبير بيصل إلى وحدة كنترول الإيرباج. هذا الخط قيمته 15 أمبير بيعمل مع تشغيل الكونتاكت ويصل لوحدة كنترول الـ ESC وبعض الخطوط الأخرى، ده خط بيصل لكتاوت وسويتش الانتظار أنوار التحذير وقيمته 15 أمبير، ده فيوز النور الصغير يمين فوانيس أمامية وخلفية، وده فيوز النور الصغير شمال فوانيس أمامية وخلفية، وقيمة كل منهما
10 أمبير. ده كان آخر فيوز معانا في علبة الفيوزات الداخلية سيارة كيا سيراتو. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. بشكركم وإلى اللقاء.